شرب وتنجح. ستار ستار صغار شارك شرب وتنجح. ديك كادو ديك أبشيك أكلو ديك كادو علي علي برابو. ستار ستار صغار ستار ستار صغار ستار ستار صغار شارك على وينجح. أصدقاء الأطفال أصدقاء الفضائية التونسية حنا بعل رحبوا بكم في حصة الصغار ستار صغار. عمي رضوان اليوم معايا زوز أولاد وثلاثة بنات تقود المجموعة هذه الكل عزيزة. الله 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 الله. طيب شو نستعرضوا الصغار اللي بيشاركوا في حصة اليوم وانتم بتصفقوا عليهم بالولايد بالولايد وبالبنية بالبنية. أول ولايد هو محمد عزيز. والبنية اللي بحضة محمد عزيز اسمها جميلة. محمد أمين يجي بحضنا أنا أمان الله. ألا بنية مزيانة. وآخر بنية هي غفران. يبا هذم هما الصغار اللي بيشاركوا في حصة اليوم. باش ناخذوا جينجل صغير وبعد نرجع للغنيات والكادوات مع عمي رضوان وعزيزة. وعزيزة بالطبيعة عزيزة هي اللي تخوض المجموعة هذه وعزيزة هي اللي تعطينا الكادو في ستار صغار. تو بعد التقديم السريع للصغار اللي بيشاركوا في حصة اليوم أول وليد باش نبدأ به الحصة مازال كي مشال الحجام لبس كسوة جديدة كرافات جديدة سورية جديدة صباط جديد مماته فرحانة به اسمه محمد عزيز. يبا عسلامة محمد عزيز. عسلامة عمي ربي. لباس لباس. انت على الأقل صرف عليك 6 ملايين بجابوك الستار صغار. 6 ملايين ما بين الكسوة والكرافات والسورية والصباط. انت وين تسكن؟ في ياسمينات. ياسمينات قداش عمرك انت؟ 5 سنين. 5 سنين والله وليد مزيان كأنك وزير الفلاحة. يا عزيز مشيت الحجامة. انا هو الحجام محمد. محمد الحجام. قداش عطيتوه فلوس؟ برشا فلوس. بوميال كل لمولو بوميال وبو 20 وعطاوه قدس نتاع بومية وبو 20. شكون يزك الحجام؟ بابا هو اللي يزك الحجام. تبكي انت عند الحجام ولا لا؟ ما تبكيش خاطر انت راجل هكا ولا لا؟ انت قوي هكا ولا لا؟ انت شجاع هكا ولا لا؟ شنو تاكل انت؟ شنو باش تولي قوي؟ اللحم. ياكل اللحم. اللي ياكل اللحم يولي قوي. وشنو تاكل اخر؟ الدجاج. تاكل الدجاج. اللي ياكل الدجاج يولي قوي. وشنو تاكل اخر؟ حم العلوش. حم العلوش. اللي ياكل حم العلوش يولي قوي. انت في الروضة ولا في المكتب؟ في الروضة. في الروضة. انا هي روضة. روضة الامل. روضة الامل. روضة الامل في الياسمينات. باهي روضة الامل. عند ستي شكون؟ عند ستي نادى. ستي؟ دلال. نداء. عند ستي نداء. باه يا ستي نداء. يا باه. باباك شنو يخدم؟ شريك. شريكه. شريكه شنيه؟ شريكه خدم. شريكه خدم. شريكه شنيه؟
بورسلين. وماما تخدم؟ شركة شنية؟ مناشطة. مناشطة، مناشطة في الروضة؟ مناشطة في الروضة ماما؟ اي به. وبابا يخدم في شركة بورسلين، يعني قد ما تكسروا لصحنا في الدار نورمال، قد ما تكسروا كيسين نورمال. ميما تخدم ولا لا؟ علاش؟ خاطر طيب طيب في الفطور. طيب في الفطور شنو طيب ماماتك؟ شنو؟ مقلي. مقلي هاي. شنو الاخر؟ مكرونه تعرف؟ طيب كسكسي. كسكسي باباتك طيب ساعات ولا؟ علاش؟ مالا شو يقعد يعمل في الدار؟ يقعد يتفرج في التيلي. يتفرج في التيلي؟ فاش يتفرج؟ في الاخبار. في الاخبار. شنو معناها الاخبار؟ معناها الاخبار شنو معناها؟ معناتها غناء؟ معناتها عزيزة؟ معناتها شنو هي الاخبار؟ شنو معناها الاخبار؟ شنو يعديو في الاخبار؟ شنو يتفرجوا في الاخبار؟ شنو يعديو؟ الجيش. الجيش. الجيش في الاخبار يعديو الجيش. واحد اثنين عسكريت. الخوض الكل نشوفوها في الاخبار. شنو باش تغني انت؟ شنو هي الغنية اللي باش تغنيها؟ يا بنت الفلاح. يا بنت الفلاح. انت باش تغني وماماتك باش تزغرت. يلا مالا صفق عليه تصفيقه باهي ونغنيه. يا بنت الفلاح. ايوه يا بنت الفلاح يحكي لي برعيبي. يا بنت الفلاح يحكي لي برعيبي. ما نعيش مرتاح وانا بعيد عني. ما نعيش مرتاح وانا بعيد عني. يا بنت الفلاح يحكي لي برعيبي. زينك العربي وزينك العربي وزينك العربي. رايح يا تيبي اسم الله من عيني. رايح يا تيبي اسم الله من عيني. يا بنت الفلاح خليلي من عيني. من عيشش مرتاح وانا بعيد عني. والخلخال الذهبي والخلخال حركتي لي قلبي يا لله. وبزينك العربي وبزينك العربي. بنت المالية وبنت الخلة الخلخال الذهبي. واسم الله من عيني. يا بنت الفلاح ويا بنت الفلاح تحليلي من عيني. يا حليلي من عيني. انا عايش مش مرتاح وانا بعيد عني. انا عايش مش مرتاح وانا بعيد عني. يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني. يا بنت الفلاح. تمشي عاد ميم. أيبة. عندك تحية محمد عزيز؟ عندك أي. شنو؟ يلا عندك قول. أي. ماما بابا أمي عمتي حيات أختي عمي روين عزيزة صحنا بعد صحيت. شكون آخر؟ شكون آخر؟ بوه محمد.
وبابا محمد وعمتي وعمتي عمتي كريمة وأختي وعمتي شكون عمتي شكون عمتي حياة وعمتي كريم أي خيتي اللي تعمل لنا حالة ولا تقول لك وتعدى في تلزة بقالش عمتي حياة وعمتي أوه والله كان تشوف ذي حياة يا أصعب من كريم أصعب وشكون أخ مي ما تكلم شكون فيسع وشكون أخ فيسع تكلم أخويا غسين هاي مسير مسير شكون ها دار شكون دار الخذيري هي خويت صعاب حتى هما